فالكلام هيبقى قليل. مساء الخير يا كريم. كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. بمشيئه الله النهارده 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي في مباراه واحده من المباريات الصعبه والمتلاحمه والمتلاحقه الحقيقه خلال الفتره الماضيه، الاهلي والاتحاد السكندري مؤجلا من الجوله 9 على استاد القاهره في تمام الساعه 7 مساء. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا لجهازنا الفني بقياده مستر مارسيل كولر. الحقيقه في تكثيف مجهودات كبير جدا، سواء روتيشن سواء قراءات فنيه لكل المباريات اللي احنا بنخوضها. 48 ساعه كابتن ايمن وبتلعب مباراه، بتحاول ان انت تصحح اخطاء ماضيه وبتحاول ان انت تحضر للمباراه القادمه. امور كثيره جدا الحقيقه بيتم تجهيزها سواء على المستوى الفني، ياسين المكاري ايضا كمان مخطط الاحمال، جرعات تدريبيه بتوزع على اللاعبين بمقدار معين نظرا للكثافه الكبيره والمجهود والتلاحم الكبير جدا. عشان كده الحقيقه ما بنشوف روتيشن او بنشوف حد خارج القائمه من خلال استيعابنا ومن خلال رؤيتنا ومن خلال لمستنا كمان في ارض الملعب للاعبين في التدريبات. ممكن اللعيب يكون مجهد شويه ما يبانش لوسائل الاعلام، لكن الحقيقه مستر كولر والجهاز الفني بيحاول ان هو يعمل روتيشن بشكل كبير للجميع. النهارده كمان شايفين يعني القائمه خاليه من علي معلول وبيرسي تاو، مجهود كبير جدا بالنسبه لعلي معلول بيبذله خلال الفتره الماضيه، محتاجينه في مباراه النهائي. لسه عندنا مباراه في مباراه بلديه المحله، فيمكن بالتاكيد راحت النهارده علي معلول وبيرسي تاو ليها رؤيه خلال الايام القادمه ان شاء الله باذن الله يستفيدوا من فتره الراحه. وايضا كمان متواجد في السكواد وفي القائمه كالعاده زي ما قلنا لكل واحد متواجد في القائمه بيكون جاهز 100%، وده امر مهم جدا. الدور بيجي والفرصه بتيجي، وعندنا مثال حي الحقيقه متولي ظهر بشكل طيب جدا، مشاركته كانت بسيطه يمكن شارك في المباراه الماضيه. يمكن كل الامور دي الحقيقه بتكون بتسعد اللاعبين وبتسعد الجهاز الفني ان اللعيب جاهز، اللعيبه ما بيطلب بيكون متواجد. زي ما بنقول الكل على قلب الرجل الواحد، ده امر مهم جدا. الفرصه بتيجي، توفيق ربنا يكون معاك، ده امر مهم. لكن الاهم كله طبعا هو النادي الاهلي وايضا كمان كيان النادي الاهلي والوصول دائما على منصة البطولات وتتويج بكل البطولات. إن شاء الله بإذن الله النهاردة تكون مباراة جيدة. على الجانب الآخر أكيد بالتأكيد الاتحاد السكندري عنده الرغبة وعنده الأمل وعنده الطموح، لكن إن شاء الله بإذن الله رغبتنا تكون أقوى، تحضيرنا يكون أجهز، لعبتنا تكون النهاردة مركزة بشكل كبير. هي مرحلة تجميع النقاط يا كابتن أيمن، بالتأكيد أنت كنت واحد من نجوم الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي، عارف أن أكيد كل لعيب بيفكر في مباراة النهائي. لسه بعيدة شوية لكن كل واحد بيفكر في مباراة النهائي، لكن إن شاء الله بإذن الله مع الخبرات المتواجدة لعبتنا يكون عندها تركيز في مباراة تقفل الصفحة تبص على اللي بعديها. خلاص متبقينا مباراتين، مباراة اليوم ومباراة بلدية المحلة، ولكل حدث حديث بمشيئة الله في المباراة النهائية إن شاء الله أمام الترجي التونسي. يمكن زي ما قلنا القائمة بتخلو من علي معلول وبيرسي تاو، لكن بيعود لنا عدد من اللاعبين وده أمر مهم جدا على رأسهم رامي ربيع. الحقيقة كان 3 انذارات فقدناه المباراة الماضية، ورامي الحقيقة بيأدي أداء مميز جدا مع منعم مع ياسر، لكن لسه منتظرين بقى اللاعبين اللي بيأهلوا، اللاعبين اللي يمكن زي ما بنقول لابد يكون متواجد بنسبة 100% جاهز طبيا وفنيا. النهارده يمكن القائمة بتخلو زي ما قلنا من معلول وتاو، وينضم منهم السلية وعبد القادر، ياسر إبراهيم، ديانج طاهر، محمد طاهر، كريم أديبيس، وخالد عبد الفتاح، منهم لعيبه للرؤيه الفنيه ومنهم ايضا كمان لعيبه لاستكمال التاهيل. الامور الحمد لله كابتن ايمن ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للاستعداد. تبقدنا المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه اللي بتاكد على كل الامور الخاصه بالتكتيك التشكيل، امور معتاده الحقيقه من مستر كولر، ما بتاخدش وقت كبير، بيكون انطلاق المحاضره ومن بعدها تحرك مباشره الى استاد القاهره. كالعاده ان شاء الله يا كابتن ايمن نكون متواجدين معاك من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه استاد القاهره، وايضا كمان يكون لينا ايضا كمان لقاء تاني في الملعب، نشوف الاجواء الجماهيريه، حاله الملعب، الاجواء، الدخول والخروج، كل الامور دي الحقيقه بتكون من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا، جمهورنا النهارده عليه دور كبير جدا. ان شاء الله 3 نقاط تكون من نصيب النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد. كريم وصفت لنا الاجواء، وعايز بس اعلق على نقطه